مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نسلط الضوء على حديث المكون العسكري في الانسحاب من العملية السياسية والعودة إلى الثكنات. ما مدى جدية العسكر في ذلك؟ أسئلة يضعها الشارع السوداني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن الجيش السوداني يعتزم ترك السلطة ويضع الكرة في ملعب المدنيين. ما مدى توائم وتوافق المكونات المدنية في الوصول إلى صيغة سلام متوافق عليها والعودة إلى المسرح السياسي، بينما يترك ذلك المكون العسكري ويعود إلى ثكناته؟ مشاهدي الكرام، حول هذا المحور نتحدث في هذه الليلة مع ضيفنا العزيز هنا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ رشيد ساتي. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. أهلا بك أستاذي الكريم، والتحية للسادة المشاهدين على امتداد بث هذه القناة. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. بداية نريد أن نتحدث عن يعني خلال الأسابيع الماضية كان هنالك تطورات سياسية متسارعة في المشهد السوداني، لعل أبرز هذه التطورات الحديث حول ترك المكون العسكري للعملية السياسية والعودة إلى حماية ثغور البلاد والعودة إلى الثكنات، بينما يترك المجال للمدنيين. وهنا ترد أسئلة كثيرة: هل المكونات المدنية أصبحت مهيئة ومؤهلة لأن تدير دفة العمل السياسي في البلاد؟ وما مدى أيضا جدية المكون العسكري في اتخاذ هذه الخطوة؟ هذه أسئلة طبعا يضعها الشارع السوداني، ونريد أن نطرحها هنا عليك للتحليل السياسي. نعم أستاذي الكريم، يمكن كما أسلفت أنت، منذ 4 يوليو أصدر الفريق البرهان يمكن بيان أشار فيه إلى انسحابه من عملية الحوار عبر الآلية السياسية الثلاثية، وذكر بأنه يعني سيعود الجيش إلى الثكنات وسيتركون المجال للقوى المدنية وسيتم تسليمهم السلطة من أجل تكوين حكومة مدنية ديمقراطية تدير الفترة الانتقالية، ولكنه وضع شرطا أساسيا بأن تتوحد كل هذه القوى المدنية في هذا الاتجاه من أجل أن تتم تسليمهم السلطة. ويمكن في حينه يمكن قرأ كثير من المراقبين هذا البيان وهذا الانسحاب بأنه يعني تحرك تكتيكي وليس استراتيجي، وأن المكون العسكري بطبيعته غير حريص أصلا على عملية الانتقال الديمقراطي، باعتبار أنه هو من قطع عملية الفترة الانتقالية وانقلب عليها في 25 أكتوبر من العام المنصرم. إذن هي النظرة العامة لها وقراءة عامة هي عملية تكتيكية وليست مبنية على مبدأ، وبالعكس هو تعقيد أكثر للمشهد السياسي. وكلنا شاهدنا أن هذا البيان من الفريق البرهان جاء مباشرة عقب لقاء قوى الحرية والتغيير وجلوسه مع مكون العسكري بالرعاية سعودية أمريكية، بعد أن رفض قوى الحرية والتغيير المشاركة في حوار روتانا نعم بمشاركة الحواضن السياسية اللي هي أصلا هي ينظر إليها الجميع بأنها مجرد قشور لهذا الانقلاب، إنما لب الانقلاب هو المكون العسكري الذي مهد لهذا الانقلاب باستغلاله لهذه القوى التي لديها مصلحة في عدم الانتقال ل نظام ديمقراطي، ربما لعدم يمكن يعني امتلاكهم لحاضنة اجتماعية كبيرة يستطيعون من خلالها أن ينتقلوا في مرحلة ديمقراطية ومن ثم الانتخابات التي يعني هم ربما يرون أنهم لن يتمكنوا من الفوز بها، خصوصا هذه الحركات التي وقعت على اتفاق سلام جوبا. هنالك تململ كبير جدا من حواضنها الاجتماعية التي بدأت منذ هذا الانقلاب تنفض يدها من هذه الحركات وتبتعد عنها، باعتبار أن هذه المكونات الاجتماعية في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كافة بقاع السودان يعني أصبح هناك المبدأ الأساسي لهم هو دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وهم يحقق الاستقرار والسلام والأمن وما ذلك. وقد جرب السودان
الحكم العسكري على مدى 30 عاما، وكان من المستغرب لهذه المجموعات أن يقوم هؤلاء بدعم هذا الانقلاب، وربما هي كما أسلفت لك هي هم مجرد قشور لهذا الانقلاب حسب الرأي نعم. ولكن يعني عندما نقول أن هذا البيان الذي أصدره البرهان في ذلك التوقيت هو جاء عقب اللقاء الذي تم في منزل السفير السعودي، وربما شعروا بأن هذا الأمر ربما يؤدي إلى فكفكة يعني صواميل هذا الانقلاب وتفكيكه والعودة إلى حوار حقيقي يفضي إلى إنهاء حالة الانقلاب في السودان. أرادوا أن يقطعوا هذا الطريق لتمديد فترة حكمهم ربما بشكل انقلابي، وفي النهاية طبعا يعني هذا الانقلاب كما ذكرنا هنا في حلقات عديدة بأنه ولد وهو يحمل في يده شهادة وفاته، ولكن لم يجد الدعم لا من الشارع ولا من أي قوة حقيقية محبة للديمقراطية والسلام والانتقال المدني، وكما ذكرت لك هي هذه الحواضن التي رأيناها. بالتالي نحن نعول كثيرا على موقف الشارع السوداني بأن ينتقل. القوى المدنية طبعا هنالك بينها تشاكس كبير جدا، أنا نظرتي لها بأنهم هم الآن يعني ليسوا جاهزين تماما، ولكن ماذا نعني بالجاهزية؟ هل الجاهزية أن يتوافق الجميع ويبصموا على برنامج واحد؟ هنا يجب أن يتحل الجميع بمسؤولية وطنية كبيرة. الآن يمكن أقول حرية والتغيير ومجموعات كبيرة جدا من لجان المقاومة والتنظيمات المدنية والتنظيمات المدنية كلها وقعت على ميثاق لتوحيد قوى الثورة ومن أجل حل الإشكال القائم في السودان والخروج من هذا النفق. ليس هنالك مجال أمام السودانيين سوى التوحد والاتفاق على الأقل على برنامج حد أدنى. هنالك اتجاه لكتابة ميثاق جديد يراعي كل الثقوب والعيوب التي كانت موجودة في ميثاق الحرية والتغيير التي كانت تحكم الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الفترة الانتقالية. يجب أن يتواضع الناس، وهذا يحتاج إلى تنازلات كبيرة جدا من أطراف كثيرة، خصوصا القوى السياسية التي يعني تشاهد كأن هناك نوع من الأنانية ومحاولة الاستحواذ على أكبر قدر من المكاسب في هذه المرحلة، وهذه ليست هي المرحلة التي يجب أن يتم التعامل معها بهذا الشكل. هي مرحلة تأسيسية لبناء سودان جديد، سودان يراعي حقوق الإنسان، يراعي يعني مصالح الوطن ويبسط الحريات في السودان. نحن علينا خلال 30 عاما من حكم عسكري قابض أضاع على السودان فرص كبيرة جدا. خلال 30 العام المنصرمة التي حكمت فيها الإنقاذ يمكن كثير من الدول كانت في وضع يمكن أسوأ من الوضع الموجود في السودان، ولكنها الآن يعني في مواقع متقدمة جدا وأصبح ينظر إليها كمنارات. ولدينا في رواندا خير مثال تلك الدولة يعني التي كانت فيها مذابح بالملايين، قتلوا الناس على الهوية ودمرت البلد تماما ونزح أهلها وما ذلك، ولكن الناس عادت وتوافقت واتفقت، والآن رواندا من الدول اليوم أصبحت يعني مأوى للنازحين. نعم هي يعني أصبحت هي نعم. كانت يعني مصدر للنزوح، اليوم باتت أيضا مكان يعني يصدر إليها اللاجئين، حتى اللاجئين الموجودين في بريطانيا نعم. للأسف الشديد يعني السودان في وضع هذا الوضع الاقتصادي المتردي جدا ما زال يأتي إلينا نازحون، سواء نزوح داخلي نتيجة للاحتراب الكبير داخليا، هنالك عدم استقرار، عدم وجود للأمن واحتراب قبلي وقتال في داخل السودان، وهنالك النزوح من دول الجوار. يعني نشاهد كثير من النازحين يأتون الآن من الجارة أثيوبيا نتيجة الاضطرابات نعم. فبالتالي يعني السودان أصبح يعني بين مصيبتين، مصيبة عدم الاستقرار السياسي الموجود والتململ الكبير في الشارع الآن نتيجة لعدم توافق القوى السياسية كافة، سواء كان على مستوى قوى الحرية والتغيير، سواء كان على مستوى قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، وحتى على القوى الأخرى الموجودة في الشارع. طيب أستاذ رشيد، يعني السودان مر بتجربتين ربما مشابهة للتجربة الحالية، تجربة عبود تقريبا في 64 عندما قال للمكونات السياسية اتفقوا وإذا ما اتفقتم عدتم وسأسلم لكم السلطة، وحصل تقريبا ذلك. أيضا التجربة الأخرى في عهد النميري تقريبا أعطاهم 6 أشهر سوار الذهب. هذه تجربتان مرت عليها السودان، كيف يمكن الاستفادة من مثل هذه النماذج؟ وهل
يعني أن يظل أن تظل المكونات السياسية تراوح مكانها ومواقفها السياسية، هل هذا أنسب من أن تذهب إلى حوار يعني بدون يعني بدون شروط مسبقة وتذهب إلى القبول بالأطراف الأخرى، أتحدث عن الأطراف السياسية الأخرى، وتخرج بميثاق أو بصيغة سلام أو صيغة وفاق واحدة؟ هنا نستطيع أن نقول بأنه المدنيون اتفقوا على هذه الصيغة وأصبح المكون العسكري في مواجهة حقيقية مع الشعب مع المكونات السياسية، يعني طالما أعلنها مرارا. هو طبعا يعني المشهد السياسي السوداني يمكن تغير بشكل كبير جدا، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ عام 64. الفريق عبود يمكن أطاحت به ثورة شعبية عارمة، لم يكن أمامه مخرج سوى القبول بمطالب القوى السياسية، وربما كان حتى القوى السياسية منذ ذلك الوقت وإلى الآن حصلت فيها تغييرات كثيرة، حصل فيها انشقاقات واصطفافات داخل الحزب السياسي الواحد وبين المكونات والتحالفات أيضا، كل هذه الانشقاقات أثرت. أضف إلى ذلك يعني أصبح هنالك خلال فترة الإنقاذ يعني هنالك أصبحت تغذية كبيرة جدا من قبل حكومة الإخوان المسلمين في السودان، تغذية للروح القبلية، أصبح الآن هنالك يعني نوع من الاصطفاف القبلي حتى على مستوى سياسيين كبار جدا، تجد أنهم يعني يستندون على القبيلة في كثير من المواقف، هذا أمر يعني لم يكن موجودا في السابق، يؤثر على عملية الحراك السياسي والمواقف السياسية نفسها والمطالبات. يعني بدلا أن يترك للمواطن الحرية في اختيار برنامجه السياسي يبقى تحت ضغط القبيلة. نعم يعني حتى إذا كان هنالك شخصين إن كنت بروفيسيرا يجب عليك أن تلتزم ببعض المحاذير والمواقف الاجتماعية، إذا دخلت القبيلة في حرب أنت لا يمكن باعتبارك عالم، أصبح هذا الوضع للأسف، إنك حتى لو ذهبت وقلت لهم لا تحاربوا وهذا موقف ويجب أن نجلس ونتفاوض وما إلى ذلك، ينظر عليك بأنك إنسان متراخي ومتجابن وغير ذو موقف. هذه روح قبلية للأسف الشديد انتشرت في السودان في الفترة الأخيرة، وأصبحت هناك كثير من القوى وخصوصا القوى القابضة على السلطة الآن تغذي هذا المسلك الآن. نحن شاهدنا ما حدث في شرق السودان، ما يحدث في دارفور، ما يحدث في النيل الأزرق الآن للأسف الشديد، هنالك أحاديث يعني قبيحة جدا لا تشبه السودان ولا تشبه العصر الذي نعيش فيه، وحتى يعني أن يتحدث بعض المواطنين ويعقدوا مؤتمر ويطالبوا بسحب الرقم الوطني أو الهوية من بعض المواطنين السودانيين وسحبهم منهم، هذا يعني أمر يعني خطير جدا يعني. نعم يعني هذا يعكس التشتت يعني، وهذا ما يستثمر فيه كثيرين الآن المكون العسكري، هذا كرت يلعب به الآن، سيخلق زعزع في كثير من المناطق من أجل إرسال رسالة مفادها بأنه في حال عدم وجودنا هنالك اضطرابات أمنية، هنالك اقتتال، يجب أن نحن نكون موجودين في الساحة السياسية. للأسف الشديد الحديث الآن عن عودة العسكر لثكناتهم والقيام بدورهم المنوط به، دورهم الوطني المعروف والمنصوص به في قانون القوات المسلحة بحماية البلاد ورعاية وصيانة ترابها وحماية الدستور وما إلى ذلك، يحدث عكس ذلك دائما. المكونات العسكرية دائما والانقلابات العسكرية التي تحدث في السودان تأتي لتنقلب على نظام ديمقراطي، تأتي وتمزق الدواسير، تأتي وتغذي الصراعات القبلية الموجودة. نحن شاهدنا كل قائد عسكري كبير يذهب إلى منطقته ويتحدث بلغة لغة القبيلة، نحن وهذه لغة، أنت الآن القائد الكبير العسكري الذي يلتزم بك أن توحد السودانيين تتحدث بلغة القبيلة، وهذا أمر مؤسف، وليس على مستوى العسكريين فقط، حتى كثير من المثقفين الآن أصبحوا ينجرفون في هذا الدارب، تجد أن أحدهم يحمل لقب دكتور ولكن حديثه حديث قبائلي. قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا يحملون درجة الدكتوراه ولكنهم كل مكوناتهم مكونات قبلية، حركة العدل والمساواة مكون قبلي، حركة مناوة مكون قبلي، وكلها مكونات تعبر عن مناطقية وليست تعبر عن كافة السودانيين. نحن نتمنى أن يتم طبعا وجود الأستاذ رشيد يعني وجود القبيلة في المجتمع العربي ككل سواء في السودان أو في غيرها من الدول العربية هو وجود أساسي، والقبيلة هي مكون أساسي من مكونات المجتمع العربي. نعم. لكن هناك فرق بين أن تكون هذه القبيلة معينة ومساعدة ومساهمة لبناء الدولة كما يحصل، وأيضا نلاحظ أيضا في 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 قبائل التي موجودة في دول الخليج مثلا، لا أحدد أي دولة من الدول، ولكن الدول أصبحت الآن
سبقت الدول كثيرة بسنوات يعني في التنمية وفي العمران وفي التخطيط وفي القفزة الرقمية، بينما الدول التي يعني تظل تحدثه عن اليوم يقول لك أنا من قبيلة كذا، يعني تحدثه عن ماذا أنجزت يقول أنا من قبيلة كذا، طيب ما الفائدة يعني؟ الإشكال الأساسي هو عملية يعني عندما يتحدث الناس عن الحكم الراشد، واحدة من أساسيات الحكم الراشد هو عدم استغلال تسييس القبيلة، هذه هي يعني الإشكالية الكبيرة التي الآن يواجهها السودان، عملية التسييس القبلي، يعني هنالك أحزاب سياسية موجودة لديها برامج لديها أيديولوجيات، كل إنسان بعقله وفكره وحسب توجهاته ينتمي إلى حزب معين، وهذا ما كان موجودا في السودان، أخوين شقيقين تجد كل واحد منهما في حزب مختلف وهذا هو، ولكن أن يتم تسييس القبيلة ويصبح حزبك السياسي صحيح أو مرجعيتك السياسية هي القبيلة، هذا هو الإشكال على حساب الوطن. نعم، وهذا هو ما يلعب عليه دائما المكونات الإنقلابية في السودان، تلعب على هذه الورقة وتستغل هذا التنوع، السودان فيه تنوع كبير جدا إثني وطائفي وما إلى ذلك، وهذا التنوع يعني كان هنالك يعني نوع من التلاحم والتقارب بين السودانيين، صحيح. ولم يكن هنالك هذا التشدد وهذا يعني الارتكاز الكبير على مسألة القبلية، ولكن أن يتم تغذيتها بهذه الطريقة هي لمصالح بعض القوى السياسية التي أصبحت تلعب في هذا الوتر، ولكن يعني المفيد في هذا الموضوع، وأنا دائما أضرب مثال بالموقعين على اتفاقية سلام جوبا والخسائر الكبيرة التي خسروها على مستوى الحواضن الاجتماعية التي ينتمون لها، أصبح هناك نوع من الوعي بين هذه الحواضن لدرجة ما بأنهم أصبحوا يستنكرون على هذه الحركات بأنها تدعم انقلاب عسكري، إنهم جاءوا من أجل تحقيق مطالب مواطنيهم من العدالة والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتحقيق أهم جزء في كل هذا الأمر هو تحقيق الأمن والسلام، منذ توقيع اتفاق سلام جوبا قتل كثير من المواطنين ولم يتحقق الأمن في دارفور ولا في النيل الأزرق ولا في غيره ولا في غيره، بل بالعشرات يعني. أصبح ينظر لداعمي الانقلاب بكل أسف بأنهم مجرد لوردات يبحثون عن مكاسب وامتيازات السلطة والبقاء في الخرطوم وهكذا. نعم. بالتالي نحن نعود ونقول عودة إلى سؤالك الرئيسي بجاهزية عدم تحدثت عن عدم جدية المكون العسكري وعدم يعني رغبته الأكيدة في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، وهذه طبيعة العسكريين بصورة عامة، ولكن يجب على القوى المدنية التي يعني تريد انتقال حقيقي للسودان يجب أن يتميزوا بنكران ذات وأن يبتعدوا عن الأنانية السياسية ومحاولة تحقيق مكاسب ذاتية على المصلحة. أستاذ رشيد، يعني أنا عهدتك صريحا يعني هذا الكلام يعني كلام عام دبلوماسي يعني نكران الذات والحديث، نحن نتحدث عن مكونات مثلا قوى الحرية والتغيير، كيف تقيم أدائها خلال المرحلة الماضية، وهل يعني هي المعول عليها أن تكون الرافعة السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية في السودان؟ هذه الأيام يمكن قوى الحرية والتغيير تجري تقييم ونقد ذاتي لتجربتها في الحكم ونتابع ذلك، وهذه يعني يشكر عليها بأن هذه ثقافة جديدة ورؤية جديدة بأن الإنسان يراجع أخطائه ويعترف بها، ولكن السؤال الأبرز في كل هذا الذي يجري الآن ثم ماذا بعد؟ يعني هنالك أخطاء جسيمة جدا ارتكبت خلال الفترة الانتقالية، مجرد الاعتذار عنها غير كافي، يجب أن يكون هنالك يعني يجب أن تعيد الحرية والتغيير طرح السؤال على نفسها وأن تجيب ما هي رؤيتها لحل التحديات السياسية الماثلة الأمام في السودان، وما هي رؤيتها للتحديات المستقبلية للسودان، هذا هو ما يريد أن يعرفه الشارع وما هي الرؤية الواضحة لهذا الأمر. لنفترض أنه يمكن واحدة من العناوين لهذه الحلقة مدى جاهزية قوى الحرية والتغيير لاستلام الحكم إذا سلم العساكر الحكم للمدنيين. نعم. أنا لا أرى أن الحرية والتغيير هي ليست الممثل لكل الشعب السوداني، هذا الشعب السوداني فيه مكونات كثيرة جدا، في أحزاب سياسية عديدة، في مكونات غير موجودة الآن في قوى الحرية والتغيير، هنالك قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني التي مثلت الحاضنة السياسية للانقلاب،
ولكن الآن نحن في مرحلة جديدة نريد أن نصل إلى حل لهذا الإشكال. نعم. يجب أن يتوافق الجميع، يجب أن وتحدثت قوى الحرية والتغيير، والآن هنالك يمكن تم توقيع ميثاق وحدة قوى الثورة، وقع عليه يمكن عدد كبير جدا من القوى كما ذكرت لك، قوى سياسية، قوى مدنية، وقوى منظمات منضوية في تكتل القوى الحرية والتغيير، أم مع قوى جديدة؟ هي قوى جديدة وفيها عدد كبير جدا من لجان المقاومة وقعت على هذا الميثاق، ميثاق توحيد قوى الثورة، وهذه أنا بعتبر أنه يعني التحرك في اتجاه صحيح، ولكن يجب استصحاب الجميع. واحدة من الأخطاء الكارثية التي كانت موجودة إبان الفترة الانتقالية، وهذا أظل أردده ويلومني عليه كثيرين، بأن واحدة من أسباب اعتصام الذي تم أمام القصر الجمهوري من قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، ربما شعورهم بعدم وجود تمثيل حقيقي لهم داخل قوى الحرية والتغيير، وربما يقولون أنهم ألقي لهم بالفتاة. هم طبعا تحدثوا بذلك وليس فقط ربما يعني. نعم هذا حقيقي، يعني هذا كان حادث، يعني حتى أن هنالك مكونات لم تكن ممثلة، وكان هناك حديث كثير جدا عن ضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير من قوى سياسية، من مكونات كثيرة مدنية وغيرها، ولكن كان هنالك محاولات ولكنها كانت بطيئة، وربما قد يكون هناك ليست هناك عدم جدية من البعض في 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 استمرار الهيكلة لوجود بعض القوى قد تكون مسيطرة داخل قوى الحرية والتغيير. كل هذه من العوامل التي ربما أدت لتكوين الجسم الآخر من قوى الحرية والتغيير، وربما لكن الخطأ في هذه المرحلة مكلف جدا. نعم، وربما ما التأخير ثانية يؤدي إلى تأخير السنوات. نعم، وربما هذا ما حدا بهم إلى قلب الطاولة على الجميع ودعمهم للعسكر، وهذا طبعا ليس مبرر وغير مقبول تماما ومرفوض ومدان من الجميع أن تتحالف مع العسكر. هذه قضية سياسية خلاف بين مكونات مدنية، كان الأحرى أن يتم حلها بشكل سياسي وبشكل بالجلوس بين كافة الأطراف، أيضا توسيع المشاركة السياسية. نعم، ونبرة الخطاب، يعني يتحدث الكثير أو بعض المحللين على أنه خطاب بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي أنه وكانوا يقولون فقط أنه نحن الوطنيون فقط، بينما غيرنا هؤلاء هم مجرد داعمين للانقلاب أو بقايا لنظام سابق، كيف تفسر ذلك؟ هو الحديث ليس كذلك، يمكن في فترات ما قبل انقلاب 21 أكتوبر كان هنالك هذا التجاذب وهذه المواقف والتباين، ولكن بعد الانقلاب أصبحت الصفوف متمايزة، أصبح هنالك قوى واضحة بشكل صريح تدعم هذا الانقلاب، وهذه قوى يعني للأسف الشديد أصبحوا يأتون بمبررات بأن هذا ليس انقلاب، هذه إنما حركة تصحيحية لما كان يحدث إبان حكومة قحط الأولى وما إلى ذلك، ولكن يعني أخطاء كثيرة طبعا ارتكبتها قوى الحرية والتغيير، أنت يعني يمكن قد تكون أتيت على بعضها، منها عدم استصحاب الجميع، عدم هيكلة الحرية والتغيير بالشكل الذي يحقق وجود حقيقي لكل السودانيين الداعمين للفترة الانتقالية وللثورة في حينها، وخاصة موقعي اتفاق سلام جوبا، لم يكن لديهم تمثيل حقيقي دعاهم لأن يحققوا هذه البلبلة. إضافة إلى ذلك يعني حتى نتحدث الآن عن إنه قوى الحرية والتغيير تحدثت عن هناك إعلان دستوري جديد يطرح لكافة القوى ويجب أن يوقع عليه الجميع، وستكون لقوى الثورة وستكون هي يعني ركيزة للمرحلة المقبلة بعد إنهاء الانقلاب. كم تحت... نعم. ولكن يعني 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 هل الثقوب والعيوب الكثيرة التي كانت موجودة في الوثيقة الدستورية التي وقعت بشكل غريب جدا وفيها كثير من الثقوب، وحتى يعني كان هناك واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا إنه هذه وثيقة دستورية تحكم فترة انتقالية تؤسس لمرحلة انتخابات وحكم مدني، كان هناك نسختان، تحدث عن ذلك السيد وزير العدل في إيرلند إنه توجد نسختان من هذه الوثيقة، وحتى تحدث من قبل على ماذا تم، أي نسخة تم التوافق عليها؟ هذه هي الكارثة للآن، الناس تتساءل كيف تم هذا وكيف قبلتم بهذا أصلا، وهناك حصل تعديل، تحدث الدكتور إبراهيم اللمين في فترة وهو كان من الفاعلين الأساسيين في قوى الحرية والتغيير وإبان توقيع الوثيقة الدستورية وما ذلك، وفيما بعدها تحدث عن أن هناك حدث تعديل داخل، تم فتح الوثيقة الدستورية وحدث فيها تعديل وما إلى ذلك. يعني مثل هذه الأخطاء القاتلة يعني أن ترتكبها قوى الحرية والتغيير
وكانت موجودة وهي الحاضنة السياسية للحكومة ولم تتخذ موقف قوي، ثم أتى اتفاق سلام جوبا وتنازلت قوى الحرية والتغيير عن كثير أو المكون المدني نقول عن كثير من سلطاتها للمجلس السيادي الذي هو مفروض يعني يفترض أنه دوره تشريفي ورقابي وما إلى ذلك. نعم. ولكن تحدث تخلوا عن كثير من الملفات التنفيذية وتمكنهم من الاقتصاد وتدخلهم في ملفات لا تخصهم وغض الطرف من المكون المدني في كثير من الأحيان عن هذا التغول، كل هذه نقاط لا يكفي مجرد الاعتذار عنها، يجب أن تقف أمام الشعب السوداني وتقول لي ماذا بعد وما هي الضمانات التي تؤكد لي بأن هذه الأخطاء لن ترتكب ولن تكون هنالك محاصصات بالشكل الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة. نعم أستاذ رشيد، يعني الحديث عندما كان عندما تحدث بذلك البرهان ظهر حديث أيضا في وسائل الإعلام السودانية على أنه يعني هذا خطاب البرهان ربما حديث دقلو سيكون حديثا آخر، لكن أيضا حميتي أيضا ظهر قبل أيام وتحدث وقال أيضا نحن لدينا رغبة جادة في ترك عفوا العمل السياسي والعودة إلى الثكنات والعودة إلى الوظيفة الأساسية للعسكر أو للمكون العسكري، لكن الأمر متروك للمدنيين. كم تحتاجوا أنتم المدنيين من وقت حتى ترتبوا أوراقكم و يعني تبدأوا في عملية الإصلاح السياسي وتبني زمام الأمر في السودان؟ الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج لوقت، يحتاج إلى معنى هذا أن القوى العسكرية نعم أيضا سيحتاج لوقت أيضا. نعم القوى العسكرية تضع عراقيل أمام أي تحول مدني ديمقراطي وتحاول أن تخلق مكونات من هنا وهناك من أجل عرقلة وتعقيد المشهد، ولكن حديث السيد حمدتي وبيانه الذي خرج توقع الناس حديث مختلف، هو عبارة عن كما ذكرت أنت هو نسخة أخرى من حديث البرهان وليس هنالك جديد. تحدث عن عودة العسكر للثكنات، هذا ما ذكره الفريق البرهان، لم يأتي بجديد. كثيرين تساءلوا عن جدوى ومغزى هذا البيان، يعني هو أصلا تأخر نقطة يعني. أساسية هو نقطة أساسية في هذا البيان يمكن قد لا يقف الكثيرين عنده، أنه تحدث عن أنه يعني سيقومون بالترتيبات الأمنية والدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني ليكون جيش قومي موحد وما ذلك، وهذه هي كثيرين تحدثوا عن هذه الجزئية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعني تخرج هذه الكلمات على لسان السيد حمدتي ويتحدث عن دمج قوات. ليست هذه أيضا كانت مطالبة أيضا حتى الوثيقة الدستورية وأيضا يعني المجاميع أو المكونات السلام؟ نعم هذا هو مطلب أساسي أصلا، ولكن حمدتي يعني ربما كان لديه رأي آخر، كان يخشى أن يتم تزويب قواته وداخل الجيش ويصبح بلا قوات حقيقية ليفرض رأيه وموقفه وما إلى ذلك، وخصوصا وأن هذه القوات كلنا نعلم كيف تكونت في أحد النظام السابق، هي كانت تكونت هذه القوات وأراد السيد الرئيس السابق المخلوع عمر حسن حمد البشير أن تكون جزء من الجيش السوداني، وحصل رفض كبير جدا من كبار قادة الجيش بأن يكون قوات الدعم السريع جزء من الجيش السوداني باعتبار أنها قوات لم تمر عبر التدرج الطبيعي للجيش، الضباط سواء كانوا للجنود من تدريبات عسكرية أكاديميات عسكرية، وحتى الضباط الذين نالوا رتب يعني لم ينالوها عبر الكلية الحربية إنما هي قوات كونها الرئيس البشير، وعندما تم رفض ذلك من قوات الجيش في حينه نتذكر جيدا أنها أصبحت قوات تابعة لرئاسة الجمهورية. الآن هي تابعة لمن لا توجد رئاسة الجمهورية، تابعة لرئيسها. هذه نقطة أساسية، كان هنالك رفض كبير من داخل الجيش السوداني لهذه الجزئية، والآن عندما أصبح الناس يتحدثون عن إعادة دمجها في الجيش أصبح الجنرال حمدتي يتخوف من هذا الأمر، ربما هي محاولة لابتلاع قواته داخل الجيش وقصقصة أجنحتها والتخلص منها ربما هذه إجراءاته لهذا الأمر، وهو أول مرة يتحدث بهذا الأمر. لماذا قال هذا الأمر؟ كثيرين يرون بأن هذه هنالك مستجدات كثيرة جدا على المستوى الإقليمي والعالمي، يمكن واحدة من التقاطعات الدولية الكبيرة مسألة أمن البحر الأحمر، هذه قضية كبيرة جدا لا يتم التهاون فيها، استقرار السودان ووجود قوات غير نظامية غير منضوية تحت لواء الجيش السوداني هذا تشكل تهديد
ليس للسودان فقط إنما لدول الجوار سواء للشقيقة مصر أو للشقيقة المملكة العربية السعودية واليمن وكافة محيط البحر الأحمر المتوسط. هذه جزئية. الجزئية الثانية هنالك يعني تخوف كبير جدا من الولايات المتحدة من التحالفات والتحركات التي تقودها روسيا. هنالك تحالف روسي إيراني صيني يتحرك في الفضاء تركيا. وشاهدنا نحن موقف الجنرال محمد حمدان دقلو الذي سافر إلى روسيا إبان الغزو الروسي إلى أوكرانيا وإعلانه لدعم روسيا في موقفها وما إلى ذلك وحتى أنهم يدعمون روسيا وما إلى ذلك. وهذا أصبح يعني أصبح مثار قلق لأمريكا كثير من الدول. هذا اعتداء واضح على سيادة الدولة. مثار قلق وأيضا لكنه مثار أيضا تناول اجتماعي بالنسبة للمواطن السوداني في مواقع التواصل الاجتماعي يعني. نعم. إذن هذه جزئية أصبحت هذه قوات الدعم السريع مصدر قلق لأمريكا بموقفها وربما استغلالها من قبل روسيا. وخصوصا نعرف أن هناك كثير من الذهب يتم تهريبه من السودان إلى روسيا. طيب. وهذه جزئية أكمل هذه الجزئية فقط. الشيء الأساسي يمكن في مؤتمر جدة استمعنا لحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تحدث عن أنه لن يسمح على الإطلاق بوجود قوات غير نظامية ميليشيات في المنطقة تزعزع استقرار المنطقة ومن ذلك. وهذا الأمر ينسحب على حزب الله في لبنان هذه الميليشيا الإرهابية الموجودة في لبنان والتي تزعزع الأوضاع، ميليشيا الحوثي التي يعني أصبحت تخلق زعزعة كبيرة جدا في اليمن ونحن كلنا شاهد الدمار الكبير الذي حدث في اليمن الشقيق ومن ذلك. وربما قرأ السيد دقلو هذه الرسالة أيضا ويريد أن يرسل رسالة للعالم كله بأننا لسنا قوة غير نظامية ونحن لسنا ميليشيا، نحن جزء من الجيش السوداني وسيتم دمجنا وسنندمج في الجيش السوداني ونحن تحت مظلة الجيش السوداني وما إلى ذلك. ربما هو يريد أن يستبغ الأحداث ويعني يرتب أوضاعه بأنه يكون جزء من القوة النظامية الموجودة في السودان والمعترف بها من السودانيين ولا من المجتمع الدولي بأن هذا هو قوة الجيش السوداني وأنه ليست مجرد حركة أو ميليشيا أو ما إلى ذلك. كلها يعني هذا البيان هو هذا الغرض منه. وربما الغرض منه أيضا هنالك يعني منذ إعلان بيان البرهان مضت فترة طويلة لم ينبس السيد دقلو بكلمة ولم يعلق في أنه يعلق على كثير من القضايا الكبيرة وهذه قضية أساسية وخطيرة وكبيرة لم يعلق عليها. خرج الآن ربما أصبح هناك كثير من الحديث في مجالس الخرطوم وفي على أن هناك تباين يعني أن هناك يعني عدم رضا من قبل السيد دقلو بحديث قائد الجيش السوداني البرهان بخروج الجيش من العمل السياسي وإخلاء الجو وما إلى ذلك وتحدث في ذات اللغة ربما تأكيدا لأنه يصطف الآن مع البرهان ومع الجيش السوداني وهذا تأكيدا يمكن ربما في إطار أيضا قراءته لحديث الرئيس السيسي في جدة. فبالتالي هو يحاول ربما يوفق أوضاعه. أما الحديث عن أنهم سيعودون للثكنات وأنهم يبحثون عن استقرار وانتقال مدني ديمقراطي هذا التكرار لحديث البرهان وهو حديث البرهان حتى لم يتنزل على الأرض ولم نرى منه شيء. وحتى بعد هذا البيان قتل الناس في الشارع وهنالك قتل في النيل الأزرق وهنالك عدم استقرار في دارفور وهو حديث مجرد حديث لشراء الوقت وحديث كما ذكرت في البداية أنه حديث تكتيكي غير نابع من إيمان حقيقي ومبدئي بعملية انتقال ديمقراطي حقيقي سلف في السودان لأن هذا يتنافى أصلا مع العقلية العسكرية الموجودة في السودان طيب التي ترى أنه بمجرد دخول الطالب إلى الكلية الحربية بأنه حق بحكم السودان بالتاريخ وبقراءة لمسارات نعم حكم طيب السودان. الآية الثلاثية كيف تنظر إلى هذه التطورات أستاذ رشيد؟ يمكن هنالك الآن بطء يمكن ربما للتعقد الشديد في الوضع السياسي في السودان ولكن أنا بعتقد أن وجود الآلية الثلاثية في السودان يونتيمز والإيجاد والاتحاد الأفريقي أمر ضروري ومفصلي ولا بد أن يكونوا موجودين وراعين لأي اتفاق وحوار يتم بين السودانيين. ليس لأن السودانيين غير قادرين على التحاور ولا أنهم يصلون ولا أن هذا تدخل في السيادة السودانية كما يتحدث كثير من فلول النظام السابق ولكن لا بد من وجود ضامن دولي لهذه الاتفاقيات وهناك خصوصا أن هناك عدم ثقة كبيرة جدا أصبحت بين هذه المكونات في ظل هذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر. يبقى إذن كما كان هنالك ضامن للاتفاق إبان سقوط حكومة المخلوع البشير كان هناك رعاية دولية واتفاق دولي تم وربما هذا الموقف الدولي الذي يعني نشاهده الآن هو نتيجة للرعاية الدولية التي تمت لهذا الاتفاق. وبالتالي أي اتفاق دولي
لا تكون له على الأقل رعاية إقليمية ودولية وضامن لاستمرار هذا الاتفاق. أنا أعتقد أنه حيكون هناك إشكال كبير، لأن الانقلاب على هذا الاتفاق يعني الضغط الدولي الذي شاهدناه في الفترة السابقة نابع أكيد طبعا من أهمية موقع السودان والسياسية والأمنية وما إلى ذلك، واستقرار السودان كما ذكرنا من استقرار المنطقة، وأيضا المسؤولية بتاعت أنك أنت راعي لهذا الاتفاق ويجب أن تحميه وما إلى ذلك. ونحن شاهدنا بمجرد قيام هذا الانقلاب علق الاتحاد الافريقي عضوية السودان وادان الانقلاب مباشره، واصبح هناك ضغط كبير جدا على الانقلاب سواء عبر المكون الدولي نادي باريس الولايات المتحده الامريكيه، ولا عبر حتى البيان الرباعي الذي صدر من المملكه العربيه السعوديه والامارات والمملكه المتحده وامريكا. فبالتالي وجود ضامن دولي واقليمي لمثل هذا الاتفاق، وخصوصا ان السودان يمر بمرحله مفصليه جدا في تاريخه، وان يكون وأن لا يكون. نحن الآن نشاهد السودان يعني إذا استمر الأمر بهذا الشكل الذي نشاهده هذا قد يقود إلى انزلاق السودان إلى هاوية الفوضى وعدم الاستقرار، وربما تفكك السودان في ظل تشبث كثير من المكونات بمواقفها، وفي ظل يعني زيادة النعرات القبلية والاحتراب القبلي بشكل واضح، أصبح ليس فقط في مناطق النزاعات سابقا ولكن انتقل إلى مناطق أخرى في السودان، سواء كان في شرق السودان وحتى في وسط السودان. ما يحصل الآن من يعني من جرائم في النيل الأزرق يعني حقيقة يعني جرائم يندر الجبين، يعني عندما تشاهد يعني عمليات القتل بهذه الطريقة. إذا ما تحدثنا عن يعني الضرورة التي تفرض أو تحتم على كل المكونات المدنية والمكونات العسكرية في السودان أن تتجاوز خلافاتها البينية وتصل إلى صيغة توافق محددة. اقتتال في دارفور يخلف عشرات يعني إلى 250 قتيل، يعني الشباب يرتقون في الساحات شباب المقاومة، أكثر من 100 يعني شهيد من الذين ارتقوا خلال هذه المسيرة من بعد 25 أو من بعد إعلان البرهان في 25 أكتوبر. وفي النيل الأزرق هذه الجرائم التي ترتكب، يعني كل يوم ونحن أمام يعني مشهد دموي في السودان، ألا يحتم هذا المشهد على كل هذه المكونات أن تتناسى خلافاتها وأن تصل إلى صيغة كما ذكرت أنت يعني في معرض حديثك بأنه ليس بالضرورة أن تحصد غنائمك السياسية في هذه اللحظة، نحن في مرحلة بناء وتأسيس بنية لمستقبل سوداني يسع الجميع، يعني يتيح الفرص أو تتاح فيه الفرص السياسية لكل المكونات باختلافها. وهنا لا بد من الإشارة لأمر هام جدا بأن الدم الذي يسيل في طرقات الخرطوم والضحايا الذي يسقطون في أطراف السودان من اقتتال قبلي وزعزعة هنا وهناك، هو هذا حصاد هذا الانقلاب الذي تم في 21 أكتوبر. المسؤول عنه تماما هو هذا المكون الذي يحكم الآن السودان، هو المسؤول عن تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار أنه سلطة حاكمة بالأمر الواقع الآن. مسؤوليتك أنت أن تحقق الأمن وأن تحفظ الدم السوداني، ولكنهم يساهمون ويقتلون كثير من القتل الذي يجري الآن. تتحدث القوى الأمنية في السودان أن هناك طرف ثالث ولا ندري من هو الطرف الثالث، هذه مسؤوليتك أنت. إذن نحن نفتكر أنه أي قطرة دم تنزل في السودان هو المسؤول المباشر عنها المكون العسكري وليس المكون المدني، الذي يبحث عن حل عبر أطر سلمية ومدنية بعيدا عن الاقتتال وعبر الحوار، وهذا ما يسعى إليه الجميع. الآن الحل الحقيقي في يد الذين يقبضون على السلطة الآن بأن يكون لديهم موقف مبدئي وحقيقي بعيدا عن المناورات السياسية ولعب الدور السياسي الذي هو ليس مجالهم تماما. في الأخير الدم والنفس هي أغلى ما يمكن أن يعني أن يدافع عنه أو أن يقدم، وهذا ما هو لذلك مهم. لذلك حتى يحدث ما نتحدث عنه، أولا يجب يعني التأكد التام والإصرار على 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 مسألة عدم الإفلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين السودانيين. نعم. في هذه الفترة والفترة السابقة. نعم. الجزئية المهمة سيدي الكريم باختصار شديد جدا أنه لا بد لكي نصل إلى ما نبتغي هو الحوار
ثم الحوار ثم الحوار. ليس نعم. هناك حل سوى الحوار والابتعاد نعم. عن المظاهرات السريعة وإعلاء المسؤولية الوطنية من أجل أن نخرج بالسودان من هذه الوهدة التي هو فيها وهذا المواطن المغلوب على نعم. أمره الذي يعاني. ولكن الحوار العاجل وليس الحوار المؤجل الذي يأخذ معه أيضا، لأنه نحن كما قلنا في كل يوم أمام مشهد دموي. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أستاذ رشيد ساتي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا عزيزي. شكرا. إذن مشاهدي الكرام، نحن أيضا نختم بهذه التغطية الإعلامية التي رافقت أيضا افتتاح أو تفقد أستاذ الجنينة والذي يشهد دورة السلام في الأيام القادمة. السلام عليكم.